السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بكم وحلقة جديدة من قلب جديد. يا رب ارزقنا كلنا قلب جديد نعيش بيه في رحاب الطاعة والحب والخير والسعادة وراحة البال، ودايما يكون عندنا خير في حياتنا كلنا. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن التفكر وعبادة التفكر، النهارده هنتكلم على قضية بتشغلنا كلنا. ليه لما بنصلي مش عارفين ننتبه في صلاتنا؟ مش عارفين نركز في صلاتنا، مش عارفين نخشع في صلاتنا. فالقضية اللي احنا هنتناولها مع بعض النهارده، سواء من خلال الحلقة والكلام فيها، أو من خلال استقبالنا لتليفونات حضراتكم ومشاركتكم معانا، أو كمان من خلال صفحتنا على الفيسبوك اللي بتظهر دلوقتي على الشاشة، تابعونا من خلالها. إيه قضية الخشوع بالنسبة لكم؟ ليه مش عارفين نخشع؟ ايه الاسباب؟ وفي نفس الوقت ازاي نقدر نخشع في صلاتنا مع ربنا سبحانه وتعالى. الحلقه دي مهمه جدا ان احنا نشارك بعض، نتفاعل مع بعض، سواء عبر الصفحه على الفيسبوك او عبر اتصالاتكم ومشاركتكم لينا في قلب جديد. النهارده عايزين نشتري قلب جديد، هذا القلب هو قلب خاشع. ازاي نتعلم الخشوع في الصلاه؟ بسمع كتير جدا جدا من اصحابنا بيتكلموا ان انا لما ببدا اصلي ببقى سرحان، ببقى مش واخد بالي، ببقى اللي مسيطر عليا شغل الحياة. ودايما بنفتكر كلمة الإمام أبو حنيفة لما كان واحد ضاع منه حاجة وقعد يدور عليها فما لقاهاش، فالإمام أبو حنيفة قال له صلي ركعتين، ففعلا صلى ركعتين، فالشيطان دخل في الصلاة وقال له على مكان الحاجة دي، ففي الفعل بعد ما خلص الصلاة راح ولقى الحاجة دي فعلا. ده بيوصلنا لإيه وبيقول لنا إيه؟ بيقول لنا إن الشيطان من مصلحته إنه يغويك، إنه يبعدك، انه اي شيء مفيد ليك في طريقك مع ربنا سبحانه وتعالى هو هيلهيك عنه وهيبعدك عنه تماما. فبالتالي ايه مصلحته انه يلهيك وانت بتتفرج على الفيلم؟ ايه مصلحته انه يلهيك وانت قاعد على الفيسبوك؟ ايه مصلحته انه يتوهك ويخليك غافل وانت بتعمل حاجة مش هتفيدك؟ فدي مش من مصلحته. انما هو يركز معاك امتى؟ لما انت تكون بتعمل شيء قوي، بتعمل شيء له علاقة بتجديد العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. في البداية الخشوع يعني ايه؟ يعني ايه الخشوع؟ هل الخشوع بنقصد بيه ان القلب يكون منكسر، متذلل، خاضع، خاضع، خاضع ومكسور لله عز وجل؟ او انت بتقصد ان الخشوع يعني ان انا منتبه جدا لكل آية بقرأها، لكل ذكر بقوله، لكل تسبيحة بسبحها؟ ولا انت قاصد ان انا وانا بقرأ في الصلاة وأنا بصلي أنا مستمتع بالصلاة، وأنا بدعي وأنا ساجد بين يدي الله عز وجل أنا مدرك أبعاد الدعاء اللي أنا بقوله، فأنا مركز فيه، منتبه فيه، عايش جواه، وبالتالي أنا مبسوط ومستريح. الخشوع في حقيقته هو كل المعاني اللي احنا قلناها. الخشوع يعني تذلل وانكسار لله سبحانه وتعالى. الخشوع يعني انتباه القلب لما أقول ولما أردد. الخشوع معناه سعادة القلب وفرحته وراحة النفس بما أدعو به أو بما أذكره أو بما أسبح الله عز وجل به. كل دي في الآخر معاني اسمها الخشوع. الخشوع يعني قلبي مركز مع ربنا سبحانه وتعالى، يعني عقلي منتبه اللي أنا بقوله مع ربنا عز وجل. ولذلك كلنا لازم ناخد بالنا، ده يعني الخشوع. يعني لما يكون واحد بيصلي حاسس بانكسار وتذلل لله ده خاشع. لما يكون واحد مبسوط وسعيد جدا بوقوفه بين يدي الله عز وجل ده خشوع للقلب. لما يكون واحد مستمتع وبيطلب بلهفة وبإلحاح ان هو ساجد ويا رب اديني وارزقني واعطيني واقسم عليك يا رب ان ترزقني كذا، هو فعلا قلبه برضه خاشع. وبالتالي معاني الخشوع متعددة، وبالتالي القلب بيتناوب جواها، بيروح هنا وبيجي من هنا وبيتحرك من الناحية دي بيروح للناحية دي، وبالتالي هو ده الخشوع اللي احنا بنقصده. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول ان الرجل ليشيب عارضاه في الاسلام وما اكمل لله من صلاة، يعني يقصد لا يتم خشوع الصلاة. يبقى بالتالي واحد بيصلي بقاله 20 سنة، 15 سنة، 30 سنة، 40 سنة، واحدة بتصلي بقالها 5 سنين و3 سنين و10 سنين بس لم تخشع ابدا في صلاتها. سيدنا عمر بيقصد ان ليست العبرة فقط بإقامة الركعات وانحناءات الجسد
وسجود البدن، ولكن يقصد سيدنا عمر بن الخطاب ان ليس الموضوع بعد الركعات، وليس الموضوع بانحناء الجسد، ولكن الموضوع كيف ان اكون خاشعا بين يدي الله عز وجل في صلاتي لكي تاتي الصلاه ثمرتها. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب، انما اللي هو بيصلي بينقر الصلاه، بيكلفت الصلاه، يقول لك انا العشاء انا متاخر، العشاء ما صليتهاش، والعشاء عامله زي الهم على قلبي، او انا عايز الحق اخلص علشان ورايا مش عارف ايه، فيبدا يصلي الله اكبر الحمد لله امين هو احد كده، هو قرا الفاتحه وكده هو قرا كله الله احد. وبالتالي كل واحد من حضراتكم بيسمعني دلوقتي عايز اساله سؤال، صلاه العشاء اللي فاتت بعد صلاه بعد قراءه سوره الفاتحه، انت قرات السوره اللي بعد الفاتحه كانت ايه في الركعه الاولى والثانيه؟ فاكرهم؟ يبقى انت كنت خاشع ومنتبه ومركز. طب انت نسيتهم؟ طب انت فاكر كنت بتدعي في ايه وانت ساجد؟ لا انا مش واخد بالي، انا مش مركز، انا ناسي. يبقى اذا القارئ في الحاله دي ما كانش منتبه، ما كانش خاشع، ما كانش مركز مع الله عز وجل خلال الصلاه. يبقى احنا هنا بنقصد ان دي مش الصلاه اللي احنا عايزين نصليها، احنا عايزين نصلي صلاه كامله. كامله يعني بخشوعها، بتدبرها، بتأملها، بكمان اتقان اقامه الحركات. ما ينفعش ان انا وانا راكع اروح راكع وقايم بسرعه، لازم اطمئن في كل حركه. ما ينفعش وانا ساجد اروح نازل وطالع مره واحده، لازم اطمئن في السجده، لازم اطمئن في الركوع، لازم اطمئن في الوقوف. وبالتالي كلامي كمان يكون واضح ومرتب وله معنى عشان استشعر كيف اصلي. لذلك الخشوع نوعين، بيقسم العلماء الخشوع لنوعين، اول نوع اسمه خشوع الايمان، والنوع الثاني اسمه خشوع النفاق. اول نوع خشوع الايمان، خشوع الايمان يعني ايه؟ الامام ابن القيم بيقول هو خشوع القلب بالتعظيم والمهابه، ان القلب يكون خاشع معظم لله عز وجل، يهاب الله سبحانه وتعالى. يبقى القلب هنا خاشع خايف يرتجف من الله عز وجل، وفي نفس الوقت مع الرهبه دي والخوف ده قلب يعيش معنى ما يقرأ، قلب يتدبر ويتأمل ما يسبح وما يذكر وما يتلو من الآيات. وبالتالي ينكسر هذا القلب كسرة من الوجل ومن الحب ومن الذلة ومن الخضوع. ولذلك خشوع الإيمان بيقول لنا خلي بالكم ليس الخشوع هو خشوع الجسد في بعض الحركات، ولكن الخشوع هو خشوع القلب وإحساسه بما يقرأ، بما يتدبر، وبما يتلو، وبما يتأمل. انما واحد بيصلي وبينقر الصلاه فشافه حد هو عارفه او شيخ هو عارفه يقف بقى يبدا يهدى ويصلي واحده واحده، لا ده مش خشوع الايمان، ولكن ده اسمه خشوع النفاق. ولذلك بعض الصحابه كان يقول اعوذ بالله من خشوع النفاق، فسئلوا وما هو خشوع النفاق؟ قال ان يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. يبان قدامك انه يا سلام على المسكنه واليعني وانكساره الرقبه وانحناء الصدر للامام، ولكن هو الجسد اللي خاشع ولكن القلب ليس بخاشع. يبقى عايزين كلنا نخلي بالنا بعد ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ما زلنا منتظرين مشاركاتكم على الفيسبوك ومنتظرين مشاركاتكم عبر التليفونات. يبقى الخشوع قلنا ان هو انكسار القلب لله وحب ما اقول، وثلاثه التأمل فيما أدعو به الله عز وجل وأتمنى أن يتقبله الله عز وجل مني. طيب الخشوع نوعين، النوع الأول خشوع الإيمان وهو انكسار القلب لله عز وجل بالتعظيم وبالمهابة وبالخشية، فبالتالي ليس الفكرة في الجسد. الأمر الثاني خشوع النفاق. خشوع النفاق كان الصحابة بيدعوا ربنا اللهم إني نعوذ بك من خشوع النفاق، ولما تسألوا قالوا أن يرى الجسد خاشعا ولكن القلب ليس بخاشع. يبقى احنا كده ماشيين واحدة واحدة، يعني واحد أول ما تشوفه تلاقيه بدأ يعدل نفسه ويصلي كويس، طب ولما تغيب عنه يبدأ يصلي ويكلفته بسرعة، ما انتش منه الفاتحة وما انتش، فما أسرع إسفاف الصلاة، ما أسرع الكلام اللي بيقوله، ما أقبح هذه الصلاة اللي لا فيها انتباه من الجسد ولا انتباه من القلب ولا انتباه من العقل. ولذلك الإمام ابن الجوزي بيضرب لنا مثل إن فأرة فار فأرة حبت جمل فخدت الجمل عشان تدخله بيتها، فالفارة عدت من تحت الباب ولكن الجمل ما يعرفش يعدي، فبيقول إما أن تتخذ دارا تليق بمحبوبك أو تتخذ محبوبا يليق على دارك،
فخذ من هذه إشارة إلى، ثم قال كلمة بديعة بكررها وبعدها لأن مقتنع بها جدا، بيقول الإمام ابن الجوزي: إما أن تصلي صلاة تليق بمعبودك أو تتخذ معبودا يليق على صلاتك. إما تاخد صلاة تليق، تصلي صلاة تليق على معبودك الله عز وجل، أو أنت بقى الصلاة اللي بتصليها دي بالشكل ده، بالكلفتة دي، بالإسراع ده، بعدم فهم الكلمات دي، بعدم فهمها، انت بقى نقي لك معبود صلي له الصلاه بتاعتك. اكتبوها وراجعوها وعيدوها وانشروها في كل مكان: اما ان تصلي صلاه تليق بمعبودك او تتخذ انت معبودا يليق على صلاتك. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بيقول، والحديث في الصحيح، يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: اذا قال احدكم في الصلاه امين، يعني بعد قراءه الفاتحه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. خلي بالكم من كلمة مالك يوم الدين، في ناس كتيرة جدا بنسمعها، وبعض الناس اللي بيصلوا بالناس في المساجد بيقول مالك يوم الدين، بيسكن الكاف، هي مالك يوم الدين مكسورة وليست مالك، لا هي مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو انت بقى هنا قلت آمين، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني لو أنت بتقرأ الفاتحة وراء إمام أو لوحدك قلت آمين، تدبرك وخشوعك، طب الملائكة بتقول آمين إمتى؟ الملائكة متأملة وخاشعة وخاضعة لله عز وجل، فلو أنت خضوعك وانكسارك وإحساسك بالفاتحة هتلاقيك الوقت تقول فيها الملائكة آمين، لأنك انت حسيت وانكسرت وخشعت لله عز وجل. فلو انت كلمة آمين طلعت من لسانك ومن قلبك ومن عقلك زي ما الملائكة قالوا، فوافقت إحداهما الأخرى ما تقدم من ذنبه. بصوا البشارة الجميلة دي، يعني واحد كفيل انه يخشع ويخضع وينكسر ويتضايق في صورة فيقول آمين، فيكون ده توافق مع آمين في ملائكة في السماء، في اللحظة غفر له ما تقدم. إن مبروك عليك، كل الذنوب اللي قبل الصلاة دي ربنا عز وجل غفرها لك، هذا بنص كلام النبي رسول الله. طب في فرصة كمان في نفس المعنى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقولوا اللهم ربك نفس اللي مخاشع لغفلان يلي سرحان في المبارك سرحان لك، توافق مع نفس حمد الملائكة مش في اللفظ ولكن في التوقيت، غفر له ما تقدم من ذنب، كل اللي فاتت غفر، ولسه يلي مش خاشع يلي غفلان يلي مش واخده بالك يلي سرحان في الموبايل او سرحان في شغلك او اصلا عندي مواعيد، ده هم 5 دقائق، ده هم 3 دقائق كافلين بغفران الذنوب بالراحه النفسيه بالسعاده. احنا جوه الحياه يا جماعه عاملانا كده زي الدوامه، عماله تاخدنا وتقلبنا وفوق وتحت، خلاط كبير، واحنا جواه حتى واحنا بنصلي احنا جوه الخلاط ومشغول بشغلي، ولما اخلص ولما اعمل وبعدين اصل اتاخرت، لا والشيطان طبعا شغال عليك وانت مديله المساحه. انما لو انا خدت الصلاه دي كفاصل، احنا كنا بنعمل فاصل كده بريك رباني مع ربنا سبحانه وتعالى، هستريح وهستعد وهتهيأ أكمل الحياة، الضغوط الصعوبات خد فاصل، خد نفس جديد، قلبي خاشع. طب لا اللي لسه مش واخد باله، أنا هقول لك، النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أمر خطير جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد والحاكم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أسوأ الناس سرقة. تاني كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، اكتبوا الحديث ده عشان ناخد بالنا منه ونعمل تقييم: أسوأ الناس سرقة، أسوأ واحد بيسرق الناس، أكتر واحد، خلي بالكم النبي صلى الله عليه وسلم سماه كده أسوأ الناس سرقة، النبي اللي لقبه بأسوأ الناس، أسوأ الناس اللي بتسرق، مين يا رسول الله أنت بتقصده لنا صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الذي يسرق من صلاته، اللي بيسرق من الصلاة بتاعته، لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها، لا بيتم الركوع
ولا السجود ولا الخشوع، ده واحد بيسرق في الصلاة. يعني الله سبحانه وتعالى عمال يقوم ويقعد يقوم ويقعد، شوية حركات كأنه بيلعب في الجيم، بيعمل شوية تمارين ضغط وشوية تمارين بطن وبيقوم يمشي. هو كده فاهم انه أدى الفرض، حلو قوي انت أديت الفرض، ما اقدرش انكر ده، ولكن هل علاقتك بربنا تنفع بالشكل ده بالصورة دي بالمعنى ده؟ لا طبعا، علاقتك بربنا اكبر من كده كتير قوي قوي قوي. يبقى أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، يعني لا بيتم الخشوع ولا الركوع ولا السجود، يبقى دي مشكلة كبيرة. فيا ترى كم واحد من حضراتكم وأنا أولكم ممكن ينطبق على كلام النبي أسوأ الناس سرقة، ومين مننا بينطبق عليه أن يتوافق تأمينه آمين مع الملائكة وقال الحمد لله مع الملائكة حمد ربنا معاهم فتغفر له، فبنطلع من الصلاة واحد كان بيسرق في صلاته والتاني طلع كان بيسرق ويضحك على شيطانه ودنيته، لأنه كان بيبقى موجود في جنة ربنا سبحانه وتعالى جوه الصلاة، فربنا غفر له وتاب عليه ورزقه السعادة وراحة البال والهدوء. يبقى تاني الخشوع، بنتكلم عن انكسار وتعظيم وحب وتأمل. الخشوع نوعين، خشوع إيمان وخشوع نفاق. خشوع إيمان يعني انكسار القلب للعظمة والخضوع، خشوع النفاق يعني الجسد خاشع ولكن القلب والعقل غير خاشعين تماما. وطلعنا بعد كده قلنا واحد بيوافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء فربنا عز وجل يغفر له ذنوبه، والتاني بيحمد فتوافق مع الملائكة فربنا يغفر له، وعندنا حد ثالث بيسرق من صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته لا يتم خشوعها ولا ركوعها ولا خشوعها. واقفة مع النفس من جديد، غير قناعاتك اللي بتجري بسرعة وعايز تلحق تصلي. لا، الصلاة يا جماعة مش انت لو عندك لقاء مهم مع حد بتستعد له وتتهيأ له وتتزين ليه ومش عايز الوقت يخلص. طب احنا ليه وقتنا مع ربنا عايزينه بقى قليل قوي؟ اللي بيصلي في المسجد اول ما الصلاة تخلص عايز يقوم يجري، او اللي بيروح يصلي الجمعة في المسجد بيروح قبل ما اللي يخلص الخطبة بتاعته بدقيقتين عشان يبقى على الإقامة ويمشي. ليه كده؟ ليه دايما مواعيدنا مع ربنا عايزينها اقل وقت، انما مواعيدنا في الدنيا كلها عايزينها اطول وقت؟ ليه مش عايزين نقعد في بيت ربنا وقت طويل وده بيت الله، بس عايزين نقعد في حاجات تانية وقت أطول؟ ليه المعاني اتغيرت والمفاهيم اتبدلت والفطرة بقى فيها مشاكل؟ ده هيودينا ان احنا خلي بالكم عاوزين نخشع في صلاتنا، علشان سيدنا حذيفة بن اليمان بيقول أول ما تفقدون من دينكم الخشوع وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. أول حاجة هنبدأ نفقدها من عمق الدين والتدين وعمق العلاقة مع الله الخشوع، وبعد كده هتوصل لمرحلة لما تحشد بالصلاة وبتخلص بسرعة ومش مدرك معناها ومش حاسس ان ربنا بيستجيب لك دعاك لانك بتدعي بسرعة ومش بتتمهل في خضوعك وخشوعك وركوعك، ده بيخليك في الاخر ممكن ما تصليش اصلا. يبقى خلي بالكم من الخشوع لان دي علامة من علامات القبول ان انت تكون خاشع القلب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح اول ما يرفع من هذه الامة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة. أول شيء بيرفع من هذه الأمة خشوعك، الخشوع، عدم تعظيم الله عز وجل في القلوب، عدم الانتباه لسبحان الله وللحمد لله وللحمد لله رب العالمين وللقرآن ولسبحان ربي الأعلى ولسبحان ربي العظيم. أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع يا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، لازم نقف تاني وقفة. خشوعنا أخباره إيه؟ وزي ما اللي بيقول وبنعيد ونقول الكلام ده ليه؟ خبر غفلتك وبعدك عن ربنا عامل زي الصحيحين زي ما يكون في البخاري ومسلم، انما خبر الخشوع والخضوع كانه حديث موضوع ملوش سند وملوش روايه. يبقى اذا كلنا محتاجين نقف من جديد مع نفسنا مع قلوبنا مع عقولنا، احنا بنصلي ازاي؟ احنا بنتدبر بنخشع ولا بنكلفت وبسرعه وبنقر الصلاه كنقر الديكه والحق اجري، او بيصلي والماتش شغال وسايب التلفزيون وهو سامع الصوت، طب انت هتخشع ازاي انت سرحان فيه؟ او بيتفرج على حاجه او صوت عالي جنبه، طب ما تقفله لحد ما تصلي، يقول لك لا خليه، او سايب موبايله مفتوح. يا اخي ده هم دقيقتين ثلاثه، خليك مع ربنا بس، اعمله سايلنت او اقفله وبعد كده ربنا هيسهل لك الدنيا بعد كده. انما ده انا جوه الصلاه يا ترى انا قفلت الموبايل وده بموبايله بيرن وده مش عارف ايه اغنيه وده شغل الناس وده ليه كده؟ لان خلينا نجيبها من الاول تاني، اما ان تصلي صلاه
تليق بمعبودك أو تتخذ معبودا يليق على صلاتك. شاركونا في حلقتنا عن الخشوع، استنى تليفوناتكم، احكونا عن تجاربكم على الخشوع وازاي نخشع في الصلاة، وايه النماذج الغير مرغوب فيها بنشوفها في المساجد، بنشوفها بين الناس علشان نبدأ نعدلها مع بعض. طب تعالوا نتعلم الخشوع، ندخل بقى في الايه، في المضمون. اول خطوة عشان نخشع، الخطوة دي قبل الصلاة، وعندنا خطوة جوه الصلاة، وعندنا خطوة ثالثة بعد الصلاة. يبقى إذن عشان نخشع عندنا ثلاث مراحل: المرحلة الأولى قبل ما نصلي، المرحلة الثانية جوه الصلاة، المرحلة الثالثة بعد الصلاة. أكيد بالضبط داخلين نعمل مشروع، داخلين نوقع صفقة، هذه الصفقة مع الله عز وجل. يبقى قبل ما نعمل الصفقة دي يبقى احنا عندنا ترتيبات، وهو بنمضيها عندنا ترتيبات، وبعد الصفقة عندنا ترتيبات بعدها. طيب، واحد، الصفقة الأولى بتقول لنا قبل الصلاة هعمل ايه. اول حاجة قبل الصلاة احسان الوضوء. احنا لما بنيجي نتوضى بنجد في بعض الناس بتوضوا غلط، ممكن واحد هو بيتوضى مثلا ينسى دي، فبعد كده فافتكر، فبعد مثلا ما مس على شعره ودانه راح عاملها تاني، صلاتك مش هتنفع، لان ما بني على باطل فباطل. فالوضوء باطل، لان لازم من شروط الوضوء الترتيب والموالاة، لازم الترتيب والموالاة. يعني ما ينفعش مثلا الموبايل بيرن فانا غسلت ايدي خلاص ورحت رديت على التليفون قعدت 10 دقايق فايدي نشفت وجيت كملت الوضوء من هنا، ما ينفعش. الموالاة لازم ورا بعضه، يبقى ترتيب نفس الترتيب، والموالاة يعني الموالاة يعني الحاق الشيء ببعضه. مش انا كنت بتوضى فرحت كملت المكالمة او قعدت اكل وبعد كده رحت كملت وضوئي، ما ينفعش. ما بني على باطل فهو باطل. احنا نمشي على نهج اللي كان بيقول لك، يقول لك شيخ قاعد يعلم الناس فقه الوضوء وساعه كامله فقه الوضوء، فواحد قال له يا شيخ ما انا عملتها ونفعت. عملت ايه ونفعت؟ قال له ما كنت بصلي من غير ما اتوضى وكانت بتنفع. ليه؟ هو انت لما تصلي من غير ما تتوضى حد هيقول لك انت ما توضيتش ليه؟ فبالتالي اول حاجه احسان الوضوء، توضى بالراحه. ما ينفعش النهارده انا نسيت حاجه اروح بعد ما اتوضيت اروح اعملها. وخلي بالكم احنا بنجد في المساجد ظاهره غريبه جدا، الاماكن دي يا جماعه خاصه في الشتاء لما تشمر لازم الميه تعدي، ده لازم تعدي العظمه دي، ما تنفعش لحد هنا. فبعد ما يخلص صلاه يلاقي دي لسه ما تبللتش، يروح ماسك شويه ميه وبللها، او كعب رجليه الميه ما عدتش العظمه دي فيعمل ايه؟ يروح ميه وبللها ومسحها. لا يجوز، الوضوء بتاعك فيه مشكله. ده مش كلام يا جماعه، ده كلام اهل العلم والفقهاء. وضوءك باطل، يعني الصلاه باطله، ما بني على شيء ما بني على باطل فهو باطل، يبقى الصلاه فيها مشكله. خلي بالكم تاني، يبقى احسان الوضوء واحده واحده. انت مستعجل على الوضوء ليه؟ ده الوضوء ده لو عرفنا قيمته ومعناه وفضله وعظمته هننا نتوضى طول عمرنا. يكفي كلام من النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيتوضى كلهم 5 اوقات هيبقى من ضرنين شيء، هيبقى عليه تلو حاجه مش حلوه يعني ابدا. ده انت بتنور جوارحك بوضوءك. ويوم الايام النبي صلى الله عليه وسلم هيعرف الناس المسلمين الصالحين من الوضوء، غر المحجلين من الوضوء، منورين من الوضوء. يبقى مستعجل على الوضوء ليه؟ يبقى واحده واحده. ثانيا، انت لو تعرف قيمه الوضوء وفضله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليه بيعلمنا ان احنا نستعد؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، والحديث اسناده جيد، طهروا قلوبكم للقران، يعني قبل ما تقرا قران اتوضى. طب انا في مكان في مواصلات وعايز اقرا قران مش متوضي، يجوز، بس ده من قبيل الاستعداد. طيب فضل الوضوء ايه؟ تعالوا نسمع الحديث، والحديث في صحيح مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا توضا العبد، انت هتتوضى، اذا توضا العبد المسلم وفي روايه المؤمن، فغسل وجهه، بدا يغسل وشه، غسل ايده وبدا مضمضه واستنشاق ثم غسل الوجه، فغسل وجهه. طيب لما غسل وشه خرج من وجهه، طلع من وشه كل خطيئه نظر اليها بعينه مع الماء او مع اخر قطر الماء. كل معصيه كانت في الوجه اتغفرت لحد اخر نقطه ميه. طبعا المعاصي اللي تيجي من الوجه، النظر، مش عينك دي في وجهك، اللسان، التنصت، بغسل وشي، انا اقبلت بوجهي على المعاصي ولا اقبلت على الطاعه؟ ما ده ذنب. والاقبال على المعصيه ان انا رايح مكان فيه معصيه ومقابل بوجهي كده، ممكن بعض الاخوات اللي بيحطوا ميك اب او غيره، ما هو ده ذنب. طيب يبقى ما ينفعش، يبقى دي معصيه، يبقى ربنا بيغفرها لي. يبقى اول حاجه
حاجة لما تغسل وشك النبي صلى الله عليه وسلم بيوعدك صدق رسول الله، انت اتغفر لك ذنوبك اللي كانت من خلال وشك زي عينك وزي كل الوجه، فيكون منور بنور الله في الآخرة إن شاء الله في ظل عرش الرحمن. طب الحاجة الثانية، طب فإذا غسل يديه، غسلت بقى إيدي، خرج من يديه كل خطيئة مع الماء أو مع آخر قطر الماء، كل معصية اتعملت بإيدي شاركت فيها ربنا غفرها لي مع المية خلال وأنا بغسلها واحدة واحدة أهو، أو لحد آخر قطرة إيديا نشفت على إيدي بعد ما اتوضيت. بصوا الثواب الجميل ده. طب الحاجة اللي بعد كده، فإذا غسل رجليه، طب غسل رجليه، خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، لحد ما يطلع صافي من الذنوب. تخيلوا اللي داخل يتوضى بالقوة دي، بالعمق ده، بالتأمل ده، بالتدبر ده، بالفهم ده، بالإحساس ده، هيتوضى ازاي؟ انت تيجي تغسل ايدك الذنوب تتغفر، تغسل وشك الذنوب تتغفر، تغسل رجلك الذنوب تتغفر، ايه اللي عايزه اكتر من كده؟ طيب تعالوا نعمل كمان تخيل جميل قوي. التخيل الجميل ده هيعلمنا ازاي واحنا بنتوضى كده نعيش حاله. بس خليني اقول لكم الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسبق عبدا الوضوء الا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. هذا الحديث رواه الامام البزار باسناد حسن. وانا بتوضى وانا لسه بغسل ايدي هبدا اتخيل كده وانا بغسل ايدي يا رب استعمل ايدي دي في التسبيح، في العطاء، في عمل الخير، في مساعدة الفقراء والمساكين. وأنا بتمضمض يا رب اسقيني من زمزم، يا رب اسقيني من حوض النبي شربة لا أظمأ بعدها أبدا، يا رب طهر لساني من الكلام الفاحش أو البذيء. وأنا بستنشق يا رب شممني ريحة الجنة، يا رب نفسي أشم ريحة وعطر مسك النبي صلى الله عليه وسلم، يا رب نفسي أشم العطور والأزهار في الجنة. وانت بتغسل وشك اللهم بيض وجوهنا يوم القيامة، اللهم بيض وجوهنا يوم القيامة. بدأت بقى اغسل الدائع اليمين اهو، يا رب لقني كتابي باليمين، اللهم ارزقني كتاب، اللهم امين. طب الشمال، اللهم لا تجعل كتابي بشمالي. بعد كده ابدأ اطلع حاجة تانية واحدة واحدة. طيب هبدأ امسح على رأسي، مسح الرأس، يا رب استخدم الدماغ دي في التفكير في حبك وعبادتك، في خدمة الإسلام ونصرته. الودان يا رب سمعني إن أنت راضي عني، يا رب سمعني إن النبي صلى الله عليه وسلم بيشفع لي، يا رب سمعني حب الناس ليا، يا رب سمعني وأنا بموت لا إله إلا الله من لساني. طيب نعالوا ناخد معانا أول اتصال. السلام عليكم. مدام أمال، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. معاك مدام منال الإسماعيلية يا فندم. أهلا أستاذة منال، أهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم. أهلا بيك، عايزة أتواصل مع الشيخ. هيا يا فندم اتفضلي حضرتك معانا على الهواء. الخط فصل، طب احنا اسفين معلش، ممكن حضرتك تعاودي لينا الاتصال مرة تانية أستاذة منال، ونشكرك طبعا على اتصالك وإن شاء الله مأجورة والثواب لحضرتك. طيب الرأس بقى، يا رب رأسي دي تفكر في الخير، تشوف دايما الصح. وداني عايز أسمع الخير والسعادة واسمع خبر رضاك يا رب عني في الجنة. طيب رجلي بقى، يا رب ثبتني على الصراط، يا رب اهدني الصراط المستقيم، اللهم ألهمني رشدي واقيني شر نفسي، يا رب اغفر لي كل خطوة أنا عملتها في معصيتك. يبقى إذن في حاجة بتحصل، في كيان بيحصل، في صلاة كاملة أنا عايش جواها. يبقى ليس الفكرة هنا ركعتين ومشيوا أو ركعتين واتقرم، لأ، أنا عايش المعنى كاملا، أنا عايشه، فهمه، متمله، متدبره، واعي بيه. يبقى تخيلوا لو واحد مننا بيتوضى بالشكل ده، بيتوضى بالمعنى ده، نفسه الوضوء يخلص أبدا، ده بالعكس ده مستمتع جدا أنه هيتوضى. طيب يبقى أول حاجة إحسان الوضوء. رقم اتنين قبل الصلاة برضو لب النداء. كم واحد مننا بأمانة كده بيسمع الأذان وبيردده؟ وكم واحد بيسمع الأذان وبيطنشه؟ كم واحد بيسمع الأذان وبيروح يصلي؟ وكم واحد بيسمع الأذان وما بيصليش؟ فاحنا مطلوب مننا نسمع الأذان ونردد الأذان، نردده، ده استعداد
وتهيئه ان انا هقوم اصلي، استعداد للاب اقول له تعالى يا قلبي من الدنيا دي تعالى اسمع، وكان الاذان كده ربنا بيقول لك ايه، الله اكبر، كان ربنا بيسالك الله اكبر، ايوه، يعني الله اكبر من شغلك، ايوه، من فلوسك، ايوه، من دنيتك، من حياتك، ايوه، متاكد، طيب اشهد ان لا اله الا الله، كان ربنا بيقررك انت مسلم، ايوه، طيب اشهد ان محمد رسول الله، ايوه، انا فعلا بشهد، حي على الصلاه، طب يلا حي على الصلاه، يلا اتحرك، طب انا لسه كسلان، طب حي على الفلاح، لسه، طب الله اكبر، فاكر ان ربنا اكبر من كل حاجه، الله اكبر، افتكر انت مسلم، لا اله الا الله، افتكر دي، يبقى قوم بسرعه الحق وصلي. طيب ناخد حسن، سلام عليكم. حسن سلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا حسن. اهلا يا شيخ. اتفضل. انا عاوز اكلم الشيخ اشرف. شريف اتفضل، انا معاك يا فندم، اتفضل. ماشي، انا كنت عاوز اسال على الوضوء، يعني اللي شغال في الصرف الصحي واللي بعد الدور الرياضي مثلا، ولا شغال بكار عليا يومها من الطرف، فعاوز اصلي. اللي هي انا مش سامع بس كويس، معلش. ممكن مع استاذنك يا استاذنك يا استاذ حسن، اقفل وطي التلفزيون واسمعني من التليفون عشان انا اسمعك كويس. حضرتك بتشتغل فعايز تتوضى، ايه المشكله بقى؟ انا بشتغل في الصرف الصحي. الايه؟ في الصرف الصحي. شغال في الصرف الصحي، ايوه. المغرب مش مشتهره يعني، ايوه. طيب طب انا هسالك سؤال بسيط، هل ينفع وانت رايح شغلك وانت لابس لبس الشغل ده، هل ينفع ان انا يبقى معايا شنطه فيها مثلا جلابيه او 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 ترنج مثلا او لبس تاني، ممكن ادخل اغير ده في حمامات المسجد واطلع اصلي وبعدين اغير تاني؟ يعني هياخد الموضوع مننا شويه وقت صغيرين، بس في الاخر انا برضو ربنا سبحانه وتعالى، هل ممكن اعرف اعمل ده؟ فممكن فواتح، ايوه هذا الغالي، بس يعني تدوات بنيت اللبس او بنطيره في مكان في المقر اللي احنا بنشتغل منه. تمام جدا، يبقى حتى لو مش جنبي مسجد انا ممكن اشوف اي مكان اتوضى فيه، اغير هدوم واتوضى فيه واصلي وبعد كده ارجع اكمل شغلي تاني، لان في الاخر بسال على اللبس، انا بسال على الوضوء على الجسم، يعني انا كده لا، انا هقول لك الهدوم بس هنشيلها، يعني موقع اللبس اللي هو مش نظيف ده احنا هنشيله، انما انت لما هتتوضا هتغسل مكان الاعضاء دي، يعني انت مثلا رجليك عليها بعض الحاجات دي، ربنا يعزك يا رب ويعز كل المسلمين، همسحها هغسلها كده وبعدين هتوضا، فانا كده عزلت المكان الغير طاهر اللي كان موجود او الميه اللي مش كويسه. بعد ما هعمل ده انا خلاص انا لبست هدوم طاهره هبدا اصلي فيها. وربنا سبحانه وتعالى، حسن الخط فصل. طيب ربنا يتقبل منك يا رب واشكرك على سؤالك، وربنا يثبتنا كلنا على طاعته وعلى الخير ده. يبقى رقم واحد قلنا احسان الوضوء، رقم اثنين تلبيه النداء، يعني البي النداء، وطبعا ما ننساش كلام النبي صلى الله عليه وسلم ارحنا بها يا بلال. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيوصينا لما نسمع الاذان هندعي له، لما نسمع الاذان ندعي للنبي صلى الله عليه وسلم، مش المفروض ندعي له؟ اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه، آت محمدا الوسيله والفضيله، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، انك لا تخلف الموعد. فربنا هذه الفضيله هي مكانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ارجو الله ان تكون لي، فاحنا ندعي للنبي اللهم اتي محمدا الوسيله والفضيله، الوسيله مكان يعني له قيمته عند الله عز وجل، اللهم ارزق النبي صلى الله عليه وسلم الوسيله، فاحنا ندعي للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى، والحديث في صحيح الجامع للإمام الألباني. يبقى أقول زي ما الإمام زي ما الأذان بيقول، وبعد ما ينتهي الأذان ادعي للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ادعي لنفسك. معنا أختنا نورة، السلام عليكم. الخط فصل. طيب معلش سامحونا يا جماعة، طب تواصلوا معنا تاني. أستاذة نورة شكرا على اتصالك. طيب يبقى رقم واحد إحسان الوضوء، لبي النداء وردده. رقم ثلاثة قوة المقتضى وزوال العارض، قوة ان انا عايز اخشع واحاول اشيل من دماغي الحاجات اللي شغلاني. يعني انا هبدا اصلي اهو، السيد الحسن بن علي لما كان يبدا يجي يصلي كان يلاقي وشه احمر، فيقولون يا امام لما يحمر وجهه، كان يقول الا تدرون بين يدي من اقف، انتم مش عارفين انا هقف قدام مين، فبالتالي لازم اتهيأ واجتهد. ولذلك الامام ابن تيميه بيقول الذي يعين على الخشوع شيئين، قوة المقتضي
يعني اجتهاد العبد ان يعقل ما يقول، انا مركز في اللي انا هقوله، انا محدد كل سجده هدعي اقول ايه، انا عارف بعد الفاتحه هقرا بصوره ايه، الحاجه الثانيه زوال العرض، اجتهادك في دفع ما يشغلك. يبقى الاجتهاد في دفع ما يشغل، موبايلك هيشغلك اقفله او اعمله سايلنت وخليه بعيد عنك، مشغول بشغل لا، ركز في صلاتك. يبقى اذا دي رقم ثلاثه. رقم اربعه، حاتم الاصم كان بيعمل حاجه تساعده او ان هو يعرف يخشع في الصلاه، انه كان يعملوا لك لما يبدا وقت الصلاه اسبغ الوضوء، اتوضا كويس. وخلي بالكم لما النبي صلى الله عليه وسلم اتسال على الذي يغفر الذنوب ويرفع الخطايا، يرفع الدرجات ويكفر الذنوب، كان يقول الصلاه على وقتها واسباغ وضوئي الى المكاره. طيب المكاره يعني جو ساقعه فانا مش عايز اجيبها لحد هنا، الجو ساقعه فمش عايز اغسل وداني قوي، او مش عايز اغسل وشي كله لان الدنيا ساقعه، او اغسل رجلي اكتر من فوق العظمه شويه، فدي المكاره ان انا الدنيا ساقعه والدنيا برد، ولكن اسباغ الوضوء مهم. حاتم الاصم كان بيعمل ايه؟ يقول لك لما الصلاه تيجي اسبغ الوضوء بتاعي وابدا اركز في الصلاه، كان يعمل ايه؟ يقول لك لما اقف ابص كده اجعل الكعبه بين حاجبي، اكني انا واقف ناحيه الكعبه فعلا، دي القبله، فاكني قدام الكعبه. والصراط تحت قدمي، والجنة عن يميني والنار عن شمالي، وملك الموت ورائي وأظنها آخر صلاتي. يبقى الجنة على اليمين والنار على الشمال، وأنا واقف أكني واقف على الصراط، وملك الموت ورائي، أول ما أسلم هروح هتقبض. بصوا كان بيهيئ نفسه إزاي. طب ناخد أختنا سحر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عايزة أتواصل مع أهلا وسهلا سحر، اتفضلي. في مشكلة في التليفونات، مش عارف، يا رب تكون مش من عندنا، يعني احنا اسفين جدا لكل اللي بيتواصلوا معانا، ولكن في مشكلة في الاتصال، معلش سامحونا، عودوا الاتصال تاني. يعني مشاركتكم صراحة بتسعدنا، وفي نفس الوقت بنعبر عن آرائكم ورأيكم، بنشجع بعض وننصح بعض ونشير بعض إن شاء الله. طيب كان يقول لك أخلي الجنة على اليمين، النار على الشمال، الصراط تحت رجلي، الكعبة قدامي، ملك الموت ورايا، وكأنها آخر الصلاة. لك أنا كنت أقف كده اتعامل برجاء وبالخوف، يعني يا رب دخل الجنه، وخاف من النار ومن عذاب الله سبحانه وتعالى، يقول لك اكبر تكبيرا بتحقيق، يعني فعلا الله اكبر من كل شيء، اقرا قراءه بترتيل، واركع ركوعا بتواضع، واسجد سجوعا بخشوع، ثم بعد ذلك لا ادري اقبلت ام لم تقبل. ايه ده بعد ده كله يا عالم بقى، قبلت ولا لا؟ يبقى احسان الوضوء، لب النداء، ثلاثه قوه الحاجه ان انا عايز اخشع واحاول اجتهد في دفع كل ما يعرض ان انا عايز اصلي. رقم اربعه لغه حاتم الاصم، وهي اقف كاني واقف على الصراط، الكعبه قدامي، الجنه عن يميني، النار عن شمالي، ملك الموت ورايا، اقف كده بتكبير بتحقيق، ركوع بتواضع، خشوع سجود بتعظيم ومهابه، وملك الموت ورايا وكانها اخر صلاتي. طيب كمان عايزك قبل ما تدخل في الصلاه، الله اكبر، لا استنى، عظم ربنا قوي صلى الله عليه وسلم، عظيم. انت قد ايه في المكان اللي انت فيه، والمكان قد ايه، انت مش باين اصلا، انت ضعيف مسكين، فعظم ربنا سبحانه وتعالى. رقم ستة، اعرف قيمة الخشوع وفضله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، جاله صلاة مكتوبة خلاص فريضة، فيحصل ضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. يبقى لما يجي لي وقت الصلاة، أحسنت الوضوء ودخلت أصلي، أول ما أخشع في صلاتي ربنا عز وجل يغفر لي كل الذنوب، وده كل وقت. الله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث برضو رواه البيهقي وهو موجود في صحيح الجامع للألباني، إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه. كل ما تيجي تصلي كل الذنوب تيجي تتحط على رأسك وعلى كتافك، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه، كلما تخشع تركع تسجد الذنوب تقع منك، تساقط عنك، هنيئا لك، غفران الذنوب. يبقى إذن هنا خلي بالكم من فضل الخشوع، ده واحد قبل ما يصلي أصلا ربنا غفر له ذنوبه قبل ما يصلي، لانه جاي مستعد، جاي خاشع، هي مستعده. ولذلك احد العباد في مره بيتسال بيقول له انت وانت بتصلي هل تذكر شيئا في صلاتك، في حاجه بتشغلك وانت بتصلي؟ فيقول ايه، وهل شيء احب الي من الصلاه فاذكره فيها؟ هو في حاجه احب القلب من ان انا اصلي بين يدي الله عشان اذكره فيها اصلا؟ مش حاجه تستاهل. رقم سبعه، قبل برضو الصلاه اذكر الموت،
النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذكر الموت في صلاتك، فان الرجل اذا ذكر الموت في صلاته لحري ان يحسن صلاته. وصلي صلاة رجل لا يظن انه يصلي صلاة غيرها، والحديث في صحيح الجامع واسناده حسن. يبقى اذا خلي بالكم كان دي اخر صلاة، اذكر الموت افتكر انت هتموت. النبي صلى الله عليه وسلم بيبص كده، ده مش دعوة للتشاؤم ولا، النبي اللي بيقول لك كده عشان يبقى انت داخل في الصلاه كده ايه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في صحيح الجامع ايضا ورواه الامام احمد، كان يقول اذا قمت في صلاتك فصلي صلاه مودع، صلي صلاه مودع، كان مودع لنفسه واهله وكل الناس. يبقى احسان الوضوء، لب النداء، قوه الحاجه ان انا عايز اخشع، وزوال العارض. الحاجه اللي بعد كده اعرف قيمه وفضل الخشوع. طيب لغه حاتم صم، عظمة الله سبحانه وتعالى، اذكر الموت في صلاتك. طيب انا عملت ده قبل ما اصلي، وانا بقى بصلي يبقى انا وانا بقرأ الفاتحة اعرف قيمة الفاتحة وثوابها. رقم اتنين، وانا راكع افتكر سبحان ربي العظيم، وانا ساجد سبحان ربي الاعلى، احدد وانا ساجد كل سجدة هدعي لايه، هدعي لقلبي، وهدعي للأم، وهدعي للمشاكل اللي عندي، وهدعي لوالدي والدتي، وهدعي لولادي، وهدعي لزوجتي، وهدعي بالبركة في الرزق. يبقى انا محدد هدعي بايه. طيب ابن القيم بيقول كلمة مهمة جدا، بيقول لك خلي بالك كل عبد له بين يدي الله عز وجل موقفين، موقف في الدنيا وموقف في الآخرة. كل واحد له مع ربنا موقفين، موقف في الدنيا وموقف في الآخرة. فبقدر ما يحسن الوقوف بين يدي الله عز وجل في الدنيا يعني في الصلاة، يكون إحسان الوقوف بين يدي الله عز وجل في الآخرة. كل لما أحسن صلاتي في الدنيا ربنا عز وجل يحسن وقوفي بين يديه في الآخرة. يبقى جوه الصلاة إدراك الله أكبر، اثنين خوف الموقف الثاني، ثلاثة استعذ من الشيطان. لما الشيطان يبدأ ينفث ليك قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، والحديث أخرجه أبو داود وصححه. يبقى إذن جوه الصلاة الشيطان بدأ يدخل لي، استعذ من الشيطان الرجيم. طيب جوه الصلاة هبدأ أتم الركوع والسجود والخضوع واحدة واحدة، ما تستعجلش. طيب وانا بصلي اقرأ بالراحة، حسن صلاتك، حسن صوتك. لو انت بتصلي في البيت مثلا صلاه فاتتك او بتصلي نافله، حاول تعلي صوتك وانت في بيتك، اسمع حلاوه صوتك في قراءه الله سبحانه وتعالى، في قراءه كلام الله عز وجل. طيب كمان اللي بيساعدك على الخشوع ان انا اقرا في بعض كتب التفاسير. يعني مثلا انا هقرا في سوره، كم واحد مننا يعرف قل الله احد الله الصمد؟ يعني ايه الصمد؟ تخيلوا في ناس كتيره ممكن ما تكونش عارفه معناها. الصمد هو الذي يصمد اليه، والذي يستعان به، والذي يرجع إليه، والذي نحتاج إليه ولا يحتاج إلى أحد. يبقى لازم نعرف معنى الله الصمد. مثلا اعرف معنى السور اللي انت بتقرأ بيها، مثلا السورة الصغيرة، هات كتاب كلمات القرآن واعرف معانيها، عشان ده بيساعدك أكتر في الوصول لأقصى درجات الخشوع. يبقى إذن اعرف المعاني اللي انت بتصلي بيها. طيب ايه تاني؟ وانت بتصلي بص موضع السجود بتاعك. لو انا بصيت موضوع السجود ده بيخليني مش باصص قدامي فانا متلهب حاجات، لا انا خاشع، انا باصص مكان السجود فانا مش ملهب اي شيء. كمان وانت بتصلي ما تخليش قدامك صور حاجات مثلا مزينه كتيره، كل الكلام ده. في مره من المرات احد الصالحين بيسالوه فبيقولوا له يا امام القبله اللي انت بتصلي فيها بالناس مليانه زخارف، قال والله لم اراها من قبل، انا والله عمري ما خدت بالي منها، لان ده واحد خاشع وعارف وبيعمل ايه. احد العباد كان بيسالوه بيقولوا له انت ليه بتخشع في الصلاه؟ قال ما مر علي الاذان منذ 40 سنه الا وانا في المسجد. من 40 سنه كل اذان بيؤذن له انا كنت في المسجد مستنيه. يبقى ده اولى ان هو يكون عنده خشوع لقمه استعداده وعظمه تعظيمه لله عز وجل. طيب ما تنسوش ان الشيطان مش هيسيبك، وخلي بالكم الشيطان بتاع الصلاه اسمه خنزب. الشيطان بتاع الصلاه اسمه خنزب، فليه دايما احنا مستسلمين ليه؟ ليه دايما لما يشغلني؟ ليه دايما لما يلهيني اسمع كلامه ووافق؟ لا، عايزه لما يشغلني استعذ من الشيطان الرجيم. يعني كل صلاة هي معركة قائمة بين قلبك وعقلك وبين خنزب اللي هو الشيطان بتاع الصلاة. كم مرة كسب منك المعركة؟ كم مرة لهاك وخلاك تصلي بسرعة؟ وكم مرة ضحك عليك وخلاك تفكر في شغل البيت وفي شغلك وحياتك وفلوسك؟ كم مرة؟ كم مرة هو عمل معاك كده وضحك عليك وكسب المعركة؟ وكم مرة انت اللي عملت كده وكسبت المعركة؟ لان هو في تحدي مش هينتهي، في منافسة، فبالتالي انا عاوز اكون على تحدي واضح.
مش كل مره هو اللي بيعمل فيا كده وانا مستسلمه له وطول عمري بيسرق مني الصلاه بتاعتي. طيب علشان يعني وقتنا جري بسرعه، بعد ما بخلص صلاه هعمل حاجتين. بعد ما بخلص صلاه هعمل حاجتين. الحاجه الاولى ان انا هختم الصلاه. اول ما اسلم اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اسبح 33 واحمد 33 وكبر 33 وابدا ادعي ربنا سبحانه وتعالى. الامر اللي بعد كده فيه هديه جميله قوي. ربنا عز وجل في الحديث القدسي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الامام مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم كما قال رب العزه عز وجل: قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين. الصلاه مقسومه بينك وبين الله عز وجل نصفين. ولعبدي ما سال، فاذا قال العبد لله رب العالمين قال الله حمدي، فان قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل. من بيقول من قال يشوع ما سال قسم الصلاه الذي عليهم طليهم ولا سأل. كما صلى وكلها آيات. فقال حسن المصري بيقول للرجل من صلاته ما سهى منها. فيا رب كلنا كده نكون دايما عندنا ايه خشوع كتير جدا. انا عايز اختم معاكم بكلمة واحدة واضحة جدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هيئوا او طهروا قلوبكم للقرآن والصلاة كلها تسبيح وكلها آيات. فكل واحد يطهر قلبه. والحسن البصري بيقول يعني إياك أن ينظر الله إليك وأنت تنظر إلى غيره. إياك ربنا ينظر إليك وأنت بتصلي بين يديه وأنت باصص في حتة تانية، جسمك في المكان ولكن قلبك وعقلك في مكان تاني خالص. إياك أن ينظر الله إليك وأنت تنظر إلى غيره، إما أن تصلي صلاة تليق بمعبودك أو تتخذ معبودا يليق على صلاتك. يا رب اجمعنا دايما في رحابك وفي عبادتك وارزقنا الخشوع. للزيادة والتفاصيل أكثر عن الموضوع في كتابي أنا الفقير إليك، اللهم اجعلنا دايما بين يديك لك ساجدين عابدين حامدين خاشعين خاضعين. يا رب أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دع قلبي عن هواك.